اللهم نبدأ يومنا هذا والبسمة الحسناء فوق شفاهنا والحب والإخلاص يجمعنا. اللهم صلِّ وسلِّم على الصادق الأمين إمام المؤمنين شفيع المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا أعزائي المستمعين أن نلتقي بكم مجددا بإذاعتكم المدرسية، وخير ما نستهل به فقرتنا هذه كلام الله والقرآن الكريم والتلميذ أسماء ألف لتتلو على مسامعكم ما تيسر من سورة الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. في هذه الآية الكريمة يذكرنا عز وجل بمعاملات المسلمين فيما بينهم، إذ يقول رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، كما يوصفهم جل وعلا في معاملتهم معه بكثير الصلاة ابتغاء رضاه والثواب. أعزائي المستمعين، عندما ولد سيد الخلق محمد بن عبد الله أشرقت الأرض بنور، وعندما بعث عليه الصلاة والسلام أشرقت الأرض بنور الإسلام، وتزداد إشراقا عندما نقتدي به ونتبع تعاليمه. ومع هذا الهدي النبوي والتلميذ رشيد المرهوني، عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجسد الواحد فيه تقريبا للفهم إظهار المعاني، وفيه تعظيم حقوق المسلمين وحظ على تعاونهم وملاطفة بعضهم البعض. مستمعين الكرام، إن أهم صفة يرتبط بها الإنسان هي المحبة، فإذا تخلى عن هذه المحبة فقد إنسانيته. ولقد لخص الشاعر العربي هذا المضمون عندما قال: لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. ونحن أمة بني ديننا على المحبة أساسا وتشريعا، فلنجعل المحبة هي الجسر الذي نصل على طريقه إلى الناس ويصلون عن طريقه إلينا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إعداد وتقديم التلميذ لمياء حلواشي.